السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب جزائري داخل وخارج الوطن، وتحية متبادلة من أخوكم هواري قناة أوروبا نجدات إلى كل شعوب المغرب العربي الكبير، من المغرب الشقيق إلى تونس الأشقاء وليبيا الأشقاء وموريتانيا الأشقاء. خاوتي إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نتكلموا الأكتواليتي، هي حمى الشان واحتضان الحرب التي الرياضية، نعطوها حرب رياضية بين من سيحتضن كأس أمم أفريقيا 2025. هل الجزائر تفوز بشرف 2025 بعد النجاح الباهر للشان الجزائر للمحليين؟ وهل سنكون في رواق أحسن، خاصة بعد بقاء أعضاء المكتب التنفيذي للكاف في الجزائر وموسيبي اللي راهو في صافي بليزير رافات اون سومان في الجزائر؟ هل سنكون عندنا حسن ظن الكاف وتهدى الكان للجزائر 2025؟ جاتنا امر مهم ومجد. احنا عندنا عده امور طوهنا في الكواليس، امور كبيره وكبيره جدا، ولكن كما يقال الامور صعبه وصعبه جدا، ولكن لا شيء مستحيل. ولكن شفنا جلسة البارح، قلنا لكم بلي اعضاء المكتب التنفيذي الكاف هم 24 عضو معروفين، نعود نعدهم لكم لحبيتو، هم من يتحكمون في الكاف وهم من يصوتون على من سيحتضن الكان 2025. شفنا ناس طمعت، شفنا تصريحات لعدة مسؤولين أفارقة من في ناديهم في المنتخبات، مسؤولين في منتخبات إفريقيا وليس مسؤولين في الكاف. هادو تعتبر تصريحات معنوية وفقط، قاموا بتصريحات بأن الجزائر إمكانيات، عندها ملاعب، حتى من أصدقاء مغاربة كانوا في أعضاء الكاف كلمنا معهم قصرنا معهم، قال لك بلي الجزائر هذا الوقت دروك عندكم ملاعب، ولكن هل هذه الملاعب ستكفي في احتضان الكاف؟ أمور صعبة. غادي نتكلموا على رئيس الاتحاد الموريتاني والنائب رئيس الكاف أحمد يحيى، الذي يعتبره رجل قوي في دواليب الكاف الموريتاني ومن رجالات الفانتينو. قام الأمس بتويتر له عدة معاني، لماذا يقوم بنشر تويتر وتوضيح ما هو المغزى؟ تكلمنا مع عدة أطراف في كرة القدم الجزائرية، قالوا لنا شيء غير عادي قام بهذا التويتر لإرضاء جهة ما. رئيس اتحاد الموريتاني كان في مدينة وهران، بعد راح مدينة عنابة مع منتخب بلاده وقصية في الدور الربع النهائي، كان تكلم بعض الكلام، شكر الجزائر على نجاح الشان، شكر الحكومة وشعبا وجماهيرا على التنظيم الباهر في الشان، ولم يتكلم بتاتا في الكان. ولكن خرج إعلام الخرشوف تاعنا، إعلام المهبول اللي ما عنده حتى إعلام، ونسب تصريحات ولا توجد فيديوهات، قال باللي رئيس الاتحاد الموريتاني يساند ملف الجزائر في الكان 2025 ومبهر وكذا وكذا. أول كلامه الصحافة دارت تصريحات، ولكن دارت تصريحات في بعض المواقع الجزائرية فقط، ولكن بيقوم رئيس الاتحاد الموريتاني بتوضيح ويكذب الصحافة الجزائرية، فهنا كاين أمر مهم. غادي نقول لكم هذا الأمر ما هو. لو نقول لكم واش قال أحمد يحيى في تويتر تاعو، طالعت في بعض وسائل، ده الأول تويتر العنوان توضيح، طالعت في بعض وسائل الإعلام بشكل متكرر أنني حددت موقفي من دعم أحد الملفات المترشحة لاستضافات أمم إفريقيا 2025، وإزاء ذلك أود تأكيد ما يلي:
أنني كعضو في لجنة تنفيذية للكاف لا يمكنني أن أعلن عن أي موقف محدد في هذا الصدد، حيث لم أعلنه سابقا ولن أعلنه لاحقا. وأتمنى من وسائل الإعلام كافة تحري الصدق والمهنية في الحديث عن مواقف حساسة كهذه. عبد أعطى كلام للجزائريين. أتمنى من وسائل الإعلام كافة التحري والصدق والمهنية في الحديث عن مواقف حساسة كهذه. مواقف حساسة، لأول مرة الكاف في وضع محرج وفي وضع حساس من ملف احتضان، لأن يوجد بلدين من يتصارعان على الاحتضان، نيجيريا المنين أو زامبيا أو لافريك دو سود، مجرد أرانب في السباق. هنا لماذا خرج بهذا التوضيح بهذا التويتر؟ خرج بعد أوامر وضغط رهيب من أين؟ من الأشقاء المغاربة من فوز نقجع. أقسم برب العزة، هذا التويتر داره أحمد يحيى نائب موتسيبي، داره لإرضاء الطرف المغربي، وهذا إشارة قوية يا أصدقائي الأصدقاء، أشقائي الجزائريين، أحبابي. تلاقيت كثيرا واتصل بكثيرا وشتهم طامعين على الكان 2025، قلت لكم الكان 2025 إذا احتلتها الجزائر معجزة، وممكن إذا ديناها فأرفع القبعة في الدبلوماسية الجزائرية. ولكن أنا بالنسبة لي الكان ليست للجزائر، لأن الأمور حسمت في الصيف الماضي، حسمت بنسبة كبيرة، بقي نسبة قليلة، قالوا الشاد، قالوا كواليس. موتسيبي مجرد صوت، الصوت تاعه يعتبر صوتين وفقط، ولكن لن يكون له تأثير مع عصابة الكهف. نعودها أخوتي ونقول لكم، أحمد يحيى قام بهذا التصريح خوفا وللتبرير ولإرضاء فوزي نقشة. قال له راك تكلمت وسنتي تجي، قال له والله ما تكلمت وتنكات مو فخير فوزي، أخي فوزي سأقوم بتوضيح وتكذيب الصحافة الجزائرية. شتكون قلنا لكم ما تحملكمش الفرفار، وكل من يقوم بتصريحات للثناء الجزائر فهم من المنتخبات أو من الصحفيين. تصريحات لرفع المعنويات، تصريحات معنوية لا تغني ولا تسمن من جوع. أنا أقول لكم خوتي، أنا أتكلم بكل صراحة وليس لي أي حسابات أي إن كان. أنا ماذا بيا نقول لكم جزائر تدي حبس، نقول لكم إحنا ما خدمناش، رانا في اللحظات الأخيرة، الشان منا كل أعضاء المكتب التنفيذي راهم فارينها قادرين أمورهم، وواحد كان له طمع في السلطات السياسية والله ما يديروا حاجة. الأمور دونا دوني في الفوتبول لا دخله في السياسة في إفريقيا، وكل واحد عنده اللوبي تاعو. هذا إشارة بأن فوزي القزع هو من يسير ويجيري هادو أعضاء المكتب التنفيذي للكاف. والله بريف أحمد يحيى دار تويتر يكذب كاف، قال أنا ما داروا كاكو إعلام داروا خرشوف من الناس يبغوا ينساع ربي ساعة سيبو ما حلاها، بس باش يدير توضيح داره من أجل فوزي القزع. برافو القزع، هاك يعني هنا خواتم. أنا أعترف بأن أعضاء المكتب التنفيذي كاف راهم خواتم عند اللوبي المغربي، هما اشتغلوا بصحتهم، ولكن احنا على الأقل نضمنا شان من أجمل ما يكون، وفرنا كل الإمكانيات، ولكن الكاف كل يتحمل المسؤولية في عدم نجاح الجزائر في الكاف، وهي بعدم تعيين رؤساء أكفاء والسماع لناخب وطني متهور هو من يعين رؤساء الفاف، وجاب لنا غير خرشوف أخوه. الله غالب، الصبر الناس اللي حبت بالماضي الصبر على النكسات الإدارية، ومازال كاين نكسات الكروية، ويومها لا ينفع الندم.
فوالا خاوتي نظركم على هذا السوجي بلي احمد يحيى مجرد دميه عند اللوبي المغربي، وهذا التويتر يدل بان الاقجع هو من يسير الكاف كما يحلو له كما يحلو له، وحتى متسيبي لا ميثاق له ولا علم له. حبيت خاوتي الحقيقه هذه غادي نزيدكم لي سوجي في هذا الدومان. عندنا عده معلومات ونتكلموا ان شاء الله في الايام المقبله. مانيش نكثر بزاف لي فيديو باسكو عندي امور مهنيه وكاين مفاجات غادي نديرها لكم في قادم الايام باذن الله. تحيه لكم خوتي 1 2 3 فيفا لاجيريك.